مانك مستغربة إنه فرانسيسكا تركتني روح معك؟ بلا مستغربة كتير، بس المهم إنه نحنا سوا هلا صح؟ مانسي كلارا أرناوث؟ إيه أنا، تفضل. وإنتي مارتا أرناوث؟ إيه أنا مارتا. خير شوفي؟ في بلاغ ضدك بإنك خاطفة قاصر من بيت أهلها. لا ما معقول بلاغ؟ إيه؟ لا ما خطفتها، هي أختي بالقصر. بعرف، بس أنا فهمت إنه مرت أبوكي في معه وصاية من المحكمة عليها. إيه هذا الحكي صح، بس هي حكت معي وسمحت لي أخذها كم يوم لعندي، يعني أنا أخذتها بموافقتها. بعرف، بس البلاغ اللي إجا ضدك من الست فرانسيسكا قالت إنك إجيتي على البيت وأخذتي منها، وهي خايفة إنك تسافريها برات البلد. كيف ما خطر لي إنه ممكن تعمل فيني هيك؟ بس هالشي مو صح، هي اتصلت وقالت لي إنه لا اسمعني، لو سمحت هالشي مو منطقي. مرت أبي هي اللي قالت لازم نرجع القاصر لمرت الأب وبسرعة كمان. مستحيل، ما بيصير. بدي أرجع لعند هذيك المرة، لو سمحت خليني هون. هي عم تعمل هيك عن قصة كرمال تبعدني عن إخواتي. بتوضحي القصة وبتقولي شو صار بمخفر الشرطة، تفضلي. شو قلت؟